أنا دكتور حب ودي حلقة جديدة. جالي سؤال من ألف بيقول إزاي أختار شريك حياتي لو جواز صالونات. وقبل ما جاوبك عايز أقول إن في ناس كتيرة بتتخيل إن جواز الصالونات مش زي إنك تعيش قصة حب. الكلام ده مش صح نهائي. جواز الصالونات هو مجرد طريقة تعارف وبس، يعني زي اللي بيتعرفوا على بعض من الشغل أو الكلية أو الكافيه. الاختلاف بيكون في إن جواز الصالونات بتتدخل الأسرة في القرار وفي الاختيار بس في وقت بدري شوية، والتعارف بأي صورة تاني القرار بيكون للشخص وحده، والتدخل الأسرة بيكون متأخر شوية. إلى حد ما ده ليه مميزاته وده ليه مميزاته. لو انت شخص مستقل فانت هتكون حابب ان انت في البداية تاخد القرار لوحدك، ولو انت شخص الى حد ما بتحس بالدعم من وجود اسرتك فطبعا هتبقى مختار او هتبقى بتفضل ان الاسرة تكون بتتدخل من البداية. فطبعا الطريقتين من الجواز هما يعتبروا واحد، لكن كل واحد بيختار اللي يناسبه. وطبعا في ناس مش متاح ليها الاختلاط او مش شاطرة في الاختلاط او ما تعودتش عليه، فطبعا بيكون اختيار التعارف صالونات هو الانسب ليهم. لكن ده ما يمنعش ان جواز الصالونات عادي جدا يكون فيه قصة حب جميلة جدا. انا بعدت شوية عن اجابة سؤالك يا الف وهرجع له دلوقتي. انت عايزة تعرفي ازاي تختاري شريك حياتك. طبعا الموضوع مش سهل، وخاصة ان ده حد هيجي البيت مباشرة، يعني مفيش مهلة تشوفي تصرفاته بعيد عن الاطار الرسمي للعلاقة. فانت لازم تطلبي تقعدي مع المتقدم لك مرة واتنين وتحاولي انك تشيلي من دماغك رهبة ان ده عريس، وما تتوتريش وتكلمي واسمعي كويس جدا، وحاولي تكوني على طبيعتك وما تقعديش خايفة او قاعدة شغلة دماغك طول القعدة بمامتك اللي واقفة برة ولا اخواتك. طبعا بعد اول قعدة هيتكون جواكي احساس يا بالراحة يا بالقلق يا مش عارفة. لو حسيتي بالراحة ده مش معناه نهاية المطاف، لكن ده مؤشر كويس ان ينفع في القعدة اللي بعدها تاخدي قرار. ولو انت حد بيخاف من الارتباط خلي حد يشجعك لو حسيتي بالراحة، ولازم تكوني بتتكلمي مع حد بتثقي فيه وما تتكسفيش منها تقولي لها مشاعرك واحاسيسك اللي حسيتيها خلال القعدة ورأيك فيه بحرية شوية. لو من اول مرة ما حسيتيش بالراحة وحسيتي بنوع من الرهبة والقلق وكنت متوترة بلاش ترفضي، لكن ادي لنفسك فرصة تاني تقعدي معاه. يمكن كنتي مكسوفة او يمكن انت هذا الموقف نفسه. لكن قبل ما تقعدي معاه المرة التانية لو انت حسيتي بالخوف لازم تفكري هو الخوف دوت او القلق ده كان ليه. هل لان نظراته مثلا ما كانتش مريحة، لبسه او شكله ما كانوش عاجبينك، حسيتي ان انت مش مرتاحة له كشخص، يبقى بلاش تقعدي القعدة التانية. لكن لو الموضوع كان في انه معرفش يفتح مواضيع او معرفش يتكلم او حاول يقفل الكلام بدري فدي ممكن ان هو يكون كان مكسوف. فعودي معاه مرة تاني وشوفي ايه المشاعر اللي هتتكون، ايه احساسك تجاه القعدة، ايه احساسك طبيعة الكلام بتاعه، طبيعة اسلوبه. وطبعا لو حسيتي انك انتي مش عارفة ايه اللي تكون جواكي فابعدي شوية عن الكلام اللي حواليك، لان ساعتها الكلام ده بيكون مؤثر عليكي وعاملك توتر وقلق ومخليكي مش قادرة تعرفي انتي اصلا حسيتي بايه. وعايز اقولك انه ده بالظبط اللي بيحصل ما بين اي ولد وبنت بيتعرفوا في اي اطار. يعني لو ولد وبنت هيتعرفوا في النادي او في صالون او في اي حتة ايا كانت هيمشوا بنفس الطريق، انه اول ما البنت لو حست بالراحة تجاه الولد هتديله مساحة اكبر يتعرف عليها وتتعرف عليه اكتر. وهو ده بالظبط اللي انا بنصحك بيه تعمليه. واخر حاجة عايز اقولها لك في الارتباط، انا بس اللي ممكن احدد ده مناسب ليا او لا. ممكن يكون دكتور وشكله حلو وعنده عربية وشقة وكل حاجة بس انت مش مرتاحة له يبقى مش مناسب. ممكن تكون مامتك موافقة عليه واختك عاجبها وخالتي شايفة ان هو عريس ممتاز وابن مش عارف مين بيقول ان الراجل ده مش هيجي زيه تاني، بس انت مش مرتاحة له او حاسة ان هو في حاجة غلط، ده كفاية قوي ان انت ترفضيه. وعايز اقولك كمان ممكن
يكون مثلا بخيل، بس انتي شخصية حريصة شوية في الفلوس، فده هيناسبك. فما تدوريش على الصفات اللي الناس كلها بتشكر فيها، لكن دوري على اللي يناسبك انتي. وبكده انا خلصت كلامي، واتمنى اكون رديت على سؤالك. وعايز اقولك قبل ما اقفل، جواز الصالونات في حب، والصالون مش اكتر من طريقة للتعارف، زيه زي اي طريقة تعارف تاني. ربنا يوفقك.